أحد بناة الكويت الحديثة ورجالها المخلصين، ساهم وبشكل كبير في بناء نهضتها وحياتها الديمقراطية، فقد كان أحد الخمسة المشاركين في إنجاز الدستور الكويتي. فتحت هاشتاج يعقوب الحميضي تداول المغردون خبر وفاة أصغر أعضاء لجنة الدستور أنذاك، والنائب الأسبق في مجلس الأمة يعقوب يوسف الحميضي، والذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 86 عاما. وعبر تغريدات تضمنت صور الراحل وبعبارات امتزج بين الحزن والثناء، رث المغردون فقيد الكويت مشيدين بإنجازاته المشرفة، مؤكدين أن سيرته الطيبة ستبقى نبراسا ونورا للأجيال القادمة. المغردون قدموا خالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، دعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح الجنان. إن لله وإنا إليه راجعون.